بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلوني يا اباء. نختم بموضوع ازرع فكره تحصد سلام. النهارده الزمن ده يعني صعب تلاقي واحد عنده سلام من اللي وصفه المسيح. سلام يفوق كل عقل. لا تضطرب قلوبكم، لا تجزع. حتى احنا الكهنه والخدام بيجي لنا لحظات ضعف ونضطرب مع الأحداث، إنما ربنا بيدينا سلامه، لكن سلامه ما يدخلش دماغنا غير محمول على أفكار. وزرع الفكرة على فكرة مفهوم عند الناس اللي بتقود الشعوب. أي حد عاوز يقود شعب هو فاهم كويس إنه لو سرب فكرة وزرعها بطريقة معينة يخلي الناس تمشي وراه. ده فن الماركتينج على فكرة، فن التسويق. ساعات يعمل ايه؟ يخلق احتياج عند الناس واهي. يعني اللي فاهم فيكم في البزنس، واحد عاوز يبيع بضاعة، طب ما حدش هيشتريها، لازم يسوق فكرة انه كلنا محتاجين ده. زي مثلا الموبايلات، احنا شربنا فكرة ان احنا ما نقدرش نعيش من غير موبايل، ويمكن لازم ايفون 6 مثلا او مش عارف سامسونج احدث موديل. فلما يحط في دماغك فكره انه هو ده اللي هيديك حياه اسعد، هتقف طابور تشتري. فاهمين الفكره؟ يبقى هي الحكايه مشيت ازاي؟ باع لك فكره واشترى منك ايه؟ حياتك كلها. خلاك تمشي ورا. في الحقيقه ممكن نعيش من غير موبايل خالص، ممكن نعيش من غير حاجات كتير قوي، انما حاجه يسموها المجتمع الاستهلاكي. يعني ايه؟ يخلي الناس تستهلك امور هي الحياه ممكن تعيش من غيرها، ويمكن تعيش حياه احسن من غيرها. بس هما بتوع الفلوس اللي بيبيعوا يشتروا في الناس، يبيعوا الفكره الاول، يطلع لك اعلان في التلفزيون عربيه مش عارف بتجري وتقف على طرف الجبل ومن غير سواق يعني. فانت يتهيأ لك انا مش هقدر اعيش من غير العربيه دي. يا شيخ روح، العربية دي هتكلفك فلوس قد كده وتفضل تحاوش فيها 10 سنين وبعدين تتخبط وتندم عليها العمر كله، يعني مش مستاهلة خالص. بس هو باع لك فكرة، دخل فكرة في دماغك، الفكرة سيطرت، بقيت عايز تحوش عشان تجيب العربية. فهمتوا الفكرة؟ فبقيت عبد للفكرة. إذا كان الشيطان بيعمل كده، المسيح بيعمل كده بالأولى. إنه لو زرع فكرة في دماغك صح هيطلع منها شخص مختلف تماما. وهي دي فكرة التعليم. التعليم في أساسه هو مش معلومات، هي فكرة أو فاليو أو قيمة أو معنى أو مبدأ. لو دخل واتزرع مظبوط قوي يطلع سلوك شخص مختلف. زي إيه مثلا؟ دايما أفتكر القاعدة دي، العالم بيبشر بفكرة الشاطر اللي ياخد، الشاطر اللي يلهب، الشاطر اللي يكسب. المسيح قال لنا مفهوم عكس كده، قال الشاطر السعيد اللي يدي، مغبوط هو العطاء. تصور لو اتزرعت الفكرة بتاعت يا بختك لو عايش طول الوقت بتدي، الحياة شكلك هيختلف 180 درجة. هتبقى تصحى الصبح بتفكر بطريقة تانية، مين هديله ايه؟ مش مين هكسب منه ايه؟ فتلاقي موقفك مختلف تماما مع كل الناس. مش عاوز حاجة من حد، بالعكس انت ماشي الدلدق. ده كلمة حلوة، ده تشجيع، ده فلوس، ده هدية، ده وقت، ده ايا حاجة، كل حاجة ليها مجال في العطاء. تعالوا نتكلم عن مشكلتنا كلنا، الانسكيورتي اللي هي عدم الامان. مشكلة واضحة جدا في الزمن ده، واضحة فعلا. كلنا ما عندناش راحة نفسية مصدرها فكرة الأمان. مش مرتاحين، في دايما قلق، خوف، دفين. ساعات يتهيأ لك انك ما عندكش منه، لكن لا، لو دورت جوه تلاقي. عدم الأمان في الأفكار بيبقى شكله ايه؟ ان في ناس عايشة بفكرة بكرة هيحصل لي حاجة وحشة، محبوسة في الفكرة دي، انه دايما مستني خبر وحش، او فكرة مش هلاقي حد جنبي، اللي بيحبوني هيمشوا، فكرة مسيطرة.
أو فكرة اللي بيحبني هيقلب عليا. ممكن يكون اللي بيحبك ده خادم زميلك، دايما خايف هيكرهني هيسيبني، أب اعترافي هيغضب عليا، جوزي هيسيبني، مراتي مش هتحبني، ولادي هيتجوزوا وينسوني. ليه الفكرة البايخة دي وتسيطر لدرجة انك تبقى عايش منزعج وقلقان وان ترابل من غير ما يكون في ترابل؟ في قاعدة انجليزي تقول ايه، don't trouble yourself until troubles trouble you، يعني ايه؟ ما تخليش نفسك في مشكلة لغاية ما المشكلة تيجي وتضايقك، لكن يعني انت بتعمل مشكلة من ما فيش. ليه اغلب الناس عايشة مشكلة لسه ما حصلتش؟ او فكرة هياخدوا الشغل مني او هياخدوا الخدمة مني. يا سيدي الخدمات كتير، ولو شغل راح يجي غيره، وربنا مسؤول عن العيشة من اولها والاخرها، والموضوع كنترولد من فوق، واللي فوق ده ابوك. ايه يعني القلق اللي انت فيه ده؟ بالذات بقى لما الاقيها في الخدمات، في خادم يبقى حاسس لو سحبوا منه الخدمة الدنيا تضلم ويفقد سلامه تماما، ويعتقد في نفسه انه فشل وانه ملوش لازمة، وان الحياة ايه يا عم، ليه الهوسة دي؟ ما انت في يوم من الايام ما كنتش بتخدم وبقيت بتخدم، والخدمات كتير قوي والحظات كتير قوي، ومحدش مش هيلاقي رزقه في الخدمة. الخدمة دي بالذات مش ممكن ما تلاقيش فيها فرص. عدم الامان يبان في مواقف محددة، يعني بيطلع منه بقى ايه expressions بقى. هو عدم الامان ده اصله مكتوم، يعني ده شعور بيترجم بحاجة. أول ترجمة العنف، الحدة، الشدة، زي السامرية. تحس السامرية بتخبط في المسيح بدون سبب، مالك يا ست؟ الراجل بيكلم بذوق وبيقول لك اديني أشرب، كيف تطلب مني لتشرب وأنت رجل يهودي وأنا امرأة سامرية؟ هي بتتخانق مع دبان وشها ليه كده؟ عندهاش أمان، هي ببساطة في رعب جواها، في قلق من الناس، لأنها اتخنقت من الناس، اتعبت من الناس. بالرغم ان هو شكله حلو قوي، راجل مشكله مريح قوي، لكن لا 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 هيطلع زي غيره. ربنا ياخدها بطولة بال، لانه عارف اللي ورا العنف ده. وبعدين اول ما يقول لها ده انا معايا مية حلوة، منين؟ وترد عليه رد بايخ، لعلك اعظم من ابينا يعقوب الذي شرب منه هو مواشيه. يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة. ايه يعني الخبط ده؟ هو ما بيقولش حاجة وحشة عشان تردي الرد بايخ ده. في ناس طف، اي شخص تلاقيه طف كده يعرف ان جواه عدم امان. هو مش سيء، هو مش عدواني. حتى بتوع داعش، بتوع داعش دول اكتر ناس في الدنيا ما عندهمش امان، لان هما بيموتوا الناس لان هما حاسين الموت قريب ومرعوبين وبيتحركوا بدوافع مرضية كلها. ساعات عدم الأمان يبان في موضوع المبالغات، تلاقي واحد بيهول. اللي بيهول ده اعرف انه جواه انسكيورتي. طبعا وقت الثورة دي كانت قصة بقى، تلاقي ايه الناس بتتكلم كلام يعني كله أوهام وتهويلات ومبالغات. ليه يا حبيبي كده؟ قيافة قال ايه؟ بصوا نخلص من المسيح لحسن الرومان هيجوا ياخدوا بلادنا، ولا الرومان داريانين بيك ولا حاسين بالمشكلة، وانت اللي عامل مشكلة من ما فيش. هو خايف على الكرسي. المسيح بقى له ناس وهو رئيس كهنة، والمسيح لو قلب الناس عليه هيطيروه. فالإنسيكيوريتي مخليه عمال يتهيأ له انه قيصر روما خلاص بيركز عليه وهيشيله، والموضوع مش كده خالص. عدم الأمان هو السر الأول وراء الكذب والتجمل والغش والرياء. بسبب ان انت ما عندكش امان جواك، بتخبي، بتغطي، بتكذب، لانه خايف الناس تشوف الحقيقة، خايف الناس تعرف ضعفك، لحسن يركنوك، ينسوك، يكرهوك. حنانيا وسفيرة كانوا داخلين دخلة كويسة، وبعدين ايه استخسروا. ليه؟ فلوس تقعد للمستقبل برضو، فاضطروا يتجملوا ياخدوا الكذب طريق. عدم الأمان في الزواج مشكلة كبيرة قوي، وكتير منكم شباب يتجوز يا داخل على جواز. مصدره أنه عجلة الحياة بقت سريعة قوي،
الوقت في رأيي أول مشكلة في الانسيكوريتي في الجواز، الكواليتي تايم، الوقت اللي بيقضيه الزوجين مع بعض أقل من المفروض بكتير. يعني كان زمان الأب يرجع شايل البطيخة والجرنال الساعة 3، ومن 3 لتاني يوم قاعد في بيته وحتى التلفزيون مش شغال، فالراديو الخربان يعني مش هيسلي الوقت، ما وراهوش غير يشرب شاي ويحكي مع مراته وعياله والدنيا جميلة وهادية، فمتصاحبين بقى يعني حكاوي طول النهار والليل. النهاردة يرجع 8 بالليل مدبوح ومخنوق ومش طايق حد وعاوز يأكل وينام، أو يقعد على الفيسبوك بعد كل اليوم ده أو الموبايل، فتلاقي مراته بقالها شهر ما حكوش مع بعض ساعة على بعضها. طبعا ده مخليها ايه؟ عندها عدم امان. هي متجوزة صحيح، بس هي مش حاسة انه متجوزة، لانه ما فيش غير وقت معين يحتاجها فيه، غير كده ما فيش حوار، ما فيش صداقة، ما بتفشش، ما بتطلعش، وهو مش بيشكي مشاكل شغله وقاعد يحكي ويتصاحبه، لا الكلام ده كله قلب. ساعات عدم الامان يكون القسوة او الحدة، ان الراجل ناشف شوية او شخط شوية، وهي حساسة بزيادة او متعقدة من صورة ابوها الناشف، فاول ما جوزها كش فيها مرة وقعت خالص وخافت وعقد النقص طلعت، وبقت عندها خوف من كل حاجة، هيسيبني، مش هعرف ارضيه، مش راضي عني، مهما عملت مش هعجبه، هيبص لواحدة تاني، كل ده عدم امان. طبعا ساعات نستخدم كلمات بايخ، وساعات الست هي اللي توجع جوزها بكلمة بايخ فتسرب لقلبه عدم الأمان. مراتي مش بتحبني، مراتي مش محترماني، مراتي مش مقدرة اللي أنا بعمله، مراتي تقدر تعيش من غيري، يبتدي يحس أنه مش مرتاح، خايف، مش مبسوط، مش هو ده الزواج اللي كان يتمناه. عدم الأمان ساعات يجي من كلمة صغيرة، إنك تقع مرة إنك تقارن مراتك بحد، أو هي تغلط في مرة تقول لك طب ده أنا بابا وحطتك في مقارنة مع بابا، تفضل معلقة معاك طول العمر كأنك بتتحدى نفسك، عاوز تثبت لها إنك أحسن من أبوه، وهي الحقيقة الموضوع مش شغيل، أبوها كان مطلع عينيه، بس هي مرة رمت فكرة حطتك في قلق مستمر، عاوز اثبت اني احسن من ابوه، عاوز اثبت انه جوز صاحبتها انا احسن منه، وهو يمكن ما بيعديش على دماغها الموقف ده، ده هي غلطت مره وقالته، بس دخلت جواك الانسكيورتي، او انت رميت كلمه طب ما هي فلانه بتشتغل وبتطبخ اشمعنى انت، تفضل زي اللي متعقده وحاسه بذنب، اشمعنى انا فعلا اللي مش عارفه اوفق بين الشغل والطبيخ والعيال، فبقى عندك عدم أمان، حاسة أنه أنا مش واقفة على أرض صلب. كمان لما يكون في بخل أو في أنانية في أي طرف أو في الطرفين، أن الواحد مركز مع نفسه، بيفكر في راحته، بيفكر في مزاجه، ستة أو راجل، على طول ده يخلي الطرف الثاني حاسس بخوف وعدم أمان. عدم الأمان في التربية ده بقى إيه؟ تقريبا ماركة مسجلة في مصر، يعني كل البيوت ما فيهاش أمان في التربية، لأن في أخطاء فيتل، أخطاء قاتلة بتحصل في التربية، أنه الأب والأم مشغولين على طول، هم فاكرين بيحوشوا لعيالهم، دول بيذبحوا عيالهم، لأن الطفل عنده عدم أمان مكتوم، أنه أنا عاوز بابا جنبي، عاوز ماما معايا، ولما يترزع في الحضانة ساعتين مستني مامته متأخرة عليه، هو مش عارفة اللي بيحصل في الساعتين في نفسيته، ده بيحصل شوية مشاعر فظيعة ممكن تاخد سنين في علاج في الساعتين دول، وهو قاعد جنب الدادة لوحده مستني ماما هانم تخلص شغلها، لأن ماما عندها طموحات أو عاوزة فلوس أو عاوزة تغير العربية أو جوزها متخانق معاها عشان لازم يجيبوا فلوس كتير، أو طب وأنا جبتوني ليه؟ جبتوني الدنيا ليه؟ ده اللي بيفكر فيه على فكر في اللحظة دي، بيفكر انه يا ريتني معي ما كنت جيت. اكتشفوا انه فكرة الموت بتقرب من الطفل في اللحظات دي، اللي هي بداية الكآبة في الاطفال، انه اول ما يتساب
وهو مش لاقي الحب والحضن اللي مفروض يتقدم له بيشتهي الموت. ولو كترت الحتة دي معاه هيدخل في اكتئاب رسمي من قبل 10 سنين يكون مكتئب او عنده بوادر اكتئاب. العنف في التربية طبعا، اي قسوة اي شدة اي بانشمنت مش واضح معلمه بيربي رعب جوه الطفل، لان ابوه وامه مصدر امانه، لما يشدوا عليه طب اروح لمين بقى؟ ده يكره ربنا ويكره نفسه ويكره والديه ويكره الدنيا كلها. طبعا ساعات التهديدات، مرة طفل بيقول لي ماما بتقول لي هرميك من الشباك وهو مصدق. تصوروا بقى لما طفل يكون مصدق ان ماما هترميه من الشباك، مصدق ده بيحلم بايه؟ ده بيفكر في ايه طول اليوم؟ ده هيمشي جنب الحيط وفوق الحيط كمان، لانه ماما هترميني من الشباك، هي بتقولها وفاكرة انها جدعة، يعني بتربي. هي مش بتربي، هي بتدمر، لانها جملة، بس جملة هو مش واخد باله انها جملة مجازية، لا هي جملة بالنسبة له حرفية، فهو يخاف يطلع البلكونة بقى. عدم الامان بيوصل انه مجرد التقصير في الحضن، التقصير في التشجيع، التقصير في المشاركة، المشاركة نفسها انك ما بتلعبش معاه، ما بتسمعش ابنك، ما بتحكيش، ما بتشجعش، ده بيخليه حاسس انه انا مش مبسوط، انا مش مطمن، انا حاسس في حاجة ناقصة. طبعا ناهيكم بقى لما بتوصل للتشايلد ابيوز باي شكل، اساءة او اهانة لجسده او فيربل او نون فيربل، يعني كلام ناشف او كلمات جرحة، كل ده وحش قوي. ازرع فكرة بقى، شوية افكار كده هنقولها ترجع الامان لينا وتخلينا لو الافكار دي مسيطرة علينا مهما كان حصل في تربيتنا لا نقدر نتخطى كل الماضي اللي فات. اول فكرة جميلة قالها القديس يوسف، او يوسف ابن يعقوب. يوسف تعرض لكل الامور اللي تخليه انسكيورد، يعني اللي زي يوسف ده لازم يتعالج نفسيا. مامته ماتت بدري، اخواته بيغيروا منه، اترمى في بير، ده مش تشايلد ابيوز، ده اصعب، دي شوك نفسيا، دي شوك انه يترمي في بير ويقعد يصرخ ومحدش سامعه، وبعدين يتباع، وبعدين يشتغل عبد، وبعدين يتسجن ظلم. ده عنده انسكيورتي بتاع بلاده. الحقيقه ما لقيناش عنده انسكيورتي خالص، الراجل ده بالذات عنده امان. جابوه منين يا اخوي؟ ده كل الفاكتورز اللي عدت عليه تحطموا. لا، هو عنده امان بجد. ليه؟ لانه كان عنده فكره واحده مسيطره عليه، ربنا قاصد خير، بس فكره واحده، هم يعملوا الغلط كله بس ربنا بيحوله صح. الرب قصد، فاكرين هو طلع بقى السيم بتاعه، طلع الفكره اللي محركاته للعمر لما واجه اخواته على كبر جايين خايفين منه، قال لهم بصوا انا طول عمري بفكر بالطريقه دي، انتم قصدتم بي شرا وايه، والرب قصد به خير. فانا متاكد، هي فكره واحده شغلاني، انا متاكد ان خير، اللي بيحصل خير، اخطائكم خير، موت امي كان خير، حرماني من ابويا كان خير، ظلمكم ليا كان خير، السجن بتاعي كان خير، انا هي فكره واحده مسيطره علي، عشان كده ما فقدش سلامه ابدا، وعشان كده قدر يرفض الخطيه في وقت صعب. فكره تاني قالها القديس بولس، القديس بولس تعرض انه هيحاكم امام نيرون، نيرون ده مجنون بجد، ومش ممكن واحد زي بولس يقف قصاده الا هياخد اعدام 100%، صعب، ومفيش محامي تجاسر انه يدخل القضيه دي، خسرانه خسرانه. انما بولس كان عنده فكره تاني مدياله سلام، الرب يقف معي، ربنا واقف معايا في الزنزانه، ربنا المحامي بتاعي، قال ما حدش وقف معايا لكن الرب وقف معي وقواني. مجرد فكره ربنا معايا، ربنا معايا، بتدي امان غريب. طب قدامك اسود زي دانيال، ربنا معايا، قدامك نار، ربنا معايا، قدامك نيرون المجنون، ربنا معايا، قدامك مصر يا ماري مرقص الفرعونيه الفلسفيه، ربنا معايا، ما بتخافوش، ما بتضطربوش، لا ربنا موجود.
فكرة تاني كان بيقولها القديس بولس، ما يفرقش معايا كلام الناس ولا رأيهم، يفرق معايا رأي ربنا. أقل شيء أن يحكم فيا من يوم بشر، الذي يحكم فيا هو الرب. الفكرة دي تديك سلام، لأنه أغلب الانسيكوريتي اللي عندنا خايفين نخسر الناس، خايفين ما نعجبش الناس، خايفين حد يهتم بحد أكتر مني. الناس 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 هي دي اللي مطلعة عنينا، الناس اللي حوالينا هو ده اللي مضيع أمنا. لو لغيت الناس من دماغك وحطيت ربنا بس، هيبقى عندك سلام عجيب، لأن ربنا ما بيغدرش، ربنا ما بيقلبش، ربنا بيحب مهما كانت الظروف. ربنا مفتاحه سهل جدا، سامحني أشكرك، الموضوع بسيط، ربنا غير كل الناس. فكرة أخرى دي عاش فيها واحد اسمه يهوشافاط، فكرة إيه؟ أحط عيني كده تتحل المشكل بس بالسذاجة دي، نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا، خلاص هي دي الفكرة اللي عنده. وانس عملت كده الباقي عليك، مش مهم بقول إيه حد، مش مهم شكلها إيه المشكل. بالسذاجة دي، بالفكرة البسيطة دي، كان عنده سلام غريب. قدامه حرب مش متكافئة ولازم يخسر وهيموت تاني يوم هو وجيشه، ومسؤول عن قرار خطير هيضيع شعبه، ولا فارق معاه، احساس امان غريب. ليه؟ بس انا باصص لك خلاص، انت قلت لي بص عليا وانا عليا الباقي. اوكي، شوفوا فكرة تزرعها توصل لسلام حقيقي. افكار كتيرة بقى زي كده، مثلا فكرة الشعار اللي كان يقوله البابا شنودة وكان عايش بيه على فكرة، كله للخير. لا، فكرة مريحة جدا، أبوكم يعلم، أبوكم يعلم، يعني ربنا عارف فلان هيعمل مشكلة كبيرة قوي، ربنا عارف هيحصل أزمة في مصر، ربنا عارف، مش عارف الإرهابيين بيخططوا لإيه، هو عارف. طب الخدمة ما احتاسق، هو عارف. بدل عارف خلاص، مش هو صاحب الشأن، صاحب القرار، مش ليه كبير. مجرد فكرة أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا، الفكرة دي تخلي عندك سلام يفوق كل عقل. ما هو عارف، عارف أن أنا ضعيف، وعارف أن أنا عاجز، وعارف أن فلوسي قليلة، وعارف أن الصحة على القد، وعارف أن نفسيتي حساسة، وعارف أن أنا ما بعرفش، وعارف كل حاجة. خلاص، فكرة زي أنه مجرد تقف مكسور قدام ربنا تتفتح لك طاقات السماء كلها. ما هي فكرة ديتها ايه؟ ديتها سجدة ودمعة بس، خلاص ربنا يتغلب من الحركات دي. طب ما هي فكرة، بس هي فكرة حقيقية، ان ربنا سهل قوي انك تاخد منه اللي انت عاوزه، بس تبقى منكسر القلب. القلب المنكسر المتواضع ايه؟ لا يرزله، يعني ما يقدرش يرفض له طلب، ما بيعرفش، يضعف قدامه ربنا. طب ما هي فكرة مريحة جدا، يبقى أي مشكلة ليها حل طبعا. يا سلام، يبقى هنروح فين يعني؟ ما الموضوع في إيدينا، بسيطة قوي. لو الدنيا طربقت خالص هنسجد ونقول له الحقنا وخلاص. أو فكرة ضابط الكل، بعض المسميات صفات الله نفسها، الفكرة دي لو استقرت يبقى الواحد عنده سلام غريب. ليه؟ مش هو ضابط الكل؟ يعني مش هو المسؤول؟ تجأس مثلا دكتور شاطر جدا جدا، وجراح مشهور بشكل غريب، وبعدين الدكتور صغير داخل يعمل العملية، والجراح قاعد في المكتب، بيدخل قلبه جامد على فكرة. ليه؟ لو زاطت منه الحكاية، لو باظت هيستدعي الكبير خلاص. وكانوا أساتذة الجامعة زمان يعملوا كده، يقول لك ادخل اعمل المرار مش عارف ايه، وتبقى داخل خايف، وبعدين كل شوية تفكر نفسك ايه؟ الأستاذ بر، يعني ايه لو خبطت اي حاجة، لو غلطت في اي حاجة، ده ما عنده الحل يعني، ده شاطر. طب انت بقى مش بتتكلم في بني آدم، بتتكلم في ربنا ضابط الكل. تحصد سلام، لو عرفت تزرع الافكار دي هيبقى عندك سلام. عشان توصل للسلام ده، اقول لك كم حاجة كده يساعدوك بقى. احنا بنقول ازرع فكرة تحصد سلام، ازرع فكرة التسامح، خد قرار انك تسامح شخص مضايقك، لانك طول ما انت مش مسامحه مش صافي
انت شاطب على السلام، حارم نفسك من السلام، انت مش عارف تعيش، عندك انسكيورتي عاليه لسبب مختلف، ان انت شايل من شخص وهو تلاقيه عايش، بس انت اللي مضيع حياتك اساسا بسبب انك مش راضي تسامح. تحرر من الغضب والحزن بمجرد انك تسامح اي شخص. خد قرار عطاء. اللي بنخزنه بيزود قلقنا، اللي بنوزعه بيزود فرحنا، واحنا عمالين نخزن. اللي بنخزنه بيزود عدم الامان لانه هيتسرق، لانك بتفكر هتعمل بيه ايه. لما توزعه بتلاقي نفسك عندك سلام، فكل لما تفرط وتوزع كل ما تلاقي سلام. خد قرار ترك. يعني ايه؟ سيب، ليت جو، افتح ايدك، لانك طول ما انت مكربس ماسك في الحاجه كده جامد انت فاقد السلام، انت مضطرب. لا تمسك في حياتك، ولا تمسك في فلوس، ولا تمسك في منظر، ولا تمسك في خدمه، ولا ما تمسكش في حاجه. افتح ايدك هتلاقي الدنيا سهله جدا، والحياه سهله خالص، لانه لا يعنيك شيء، معك لا اريد شيئا، انا مش ماسك في حاجه، ماسك في ربنا بس. خد قرار نسيان. النسيان على فكره قرار، عشان تنسى دي مش بتيجي لوحدها، ما تستناش لما مخك يروح خالص بعد سن 90 مثلا عشان تنسى، لا، انت تاخد قرار انك مش هتسترجع الفكره دي، الخبره دي، الذكرى دي. انسى بالاراده، انسى بارادتك، لان ده يديك سلام، اللي هي فكره بولس الرسول لما بيقول افعل شيئا واحدا ايه؟ انسى. تعملها ازاي دي؟ لا بيعرف يعمل، انسى ما وراء، مش هقعد افكر عملوا فيا ايه ولا انا عملت ايه، لان ده كله بيخليني افقد سلامي. انا افكر ورايا ايه، رسالتي ايه، عاوز اوصل لايه، ده اللي هفكر فيه. عشان توصل للسلام خد قرار انك تعيش فرحان، حتى الفرح قرار. عارفين كلمة enjoy؟ enjoy يعني ايه؟ يعني هات الجوي لنفسك. عشان في ناس فاكرة الفرح يجي لوحده، لما بيجيش لوحده، يجي لما تكون ناوي تفرح. في واحد لا عارف يفرح بلقمة، ولا عارف يفرح بمؤتمر، ولا عارف يفرح بصلوة، ولا عارف يفرح بخدمة، ولا عارف يفرح بصديق، ولا عارف يفرح بأهل، ولا هو منكد على روحه، مع انه من بره اللي يبص عليه يتخيل انه عنده كل اسباب الفرح، هو سيمبلي مش راضي ياخد قرار let's enjoy. يعني طب ما استمتع باللي انا فيه، بكل حاجه بريئه، بكل حاجه صح. الورده دي، الزرعه دي تخليك فرحان لو انت عاوز تبقى فرحان، انما تبص في الساعه وتفكر في اللي وراك، خلاص انت عاوز تعيش بقى الان انت حر. بس اللي زيك كان ممكن يعيش فرحان في نفس الظروف وأقل منها كمان. أختم وأقول يا جماعة، إحنا مسؤولين عن السلام بتاعنا. السلام مش هيجي غصب عننا، كل واحد فينا يقدر يخطف السلام لنفسه، يعيش في سلام بإرادته، بس هي عاوزة نظبط الدماغ، نفرمل دماغنا عن حاجات كتيرة قوي بتجيب عدم أمان، ونملى دماغنا بأفكار كتيرة قوي بتجيب الأمان. ساعتها تلاقي الحقيقة جميلة وممتعة، وتلاقي نفسك مش بس عندك سلام، أنت عندك سلام وتشيع جو من السلام. ومفيش خادم يقدر ينجح حقيقي إلا لما يكون عنده درجة سلام أعلى من اللي حواليه، لأن الناس كلها فقد السلام. فعشان تبقى مؤثر لازم تبقى سلامك أعلى من اللي قدامك. هتفيده ازاي وانت نفسك ناقص سلام؟ هتديله ايه؟ طيب الموضوع مش كلام ووعظ، لكن مجرد ان عندك سلام حقيقي جاي من السماء تقدر تدلقه على اللي بعدك، وهو يدلقه على اللي بعده، وكل ما انت عليت وخدت سلام اكتر كل ما تأثيرك اكبر. لإلهنا كل مجد وكرامة الابد.